يا مساء الانتصارات، مساء الخير على كل جمهور نادي الأهلي العظيم. أهلا بيكم، حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. امبارح كنا في أجازة صغيرة، يعني الحمد لله. بنرحب بيكم وبرحب بالكابتن هاني. أهلا بيك يا سام. طبعا عندنا مواضيع كتيرة، برحب طبعا بحضراتكم، يعني منورين دايما البيت الكبير. النهارده عندنا حاجات كتيره جدا جدا نتكلم عليها، عندنا كلام مهم جدا نتكلم عليه، لكن خلينا نقول مبروك للنادي الاهلي. امبارح مباراه اعتقد زي الناس ما بتقول هي مباراه يعني معنويه بشكل كبير جدا، لكن انا يمكن عندي يعني ملحوظه او عندي وجهه نظر ان النادي الاهلي امبارح اعتقد كان في احج يعني في يعني لازم كان يكسب المباراه. كنت قاعد الشوط الاولاني بتفرج، ما عجبنيش الأداء قوي زي معظم جماهير النادي الأهلي. كل ما الوقت بيقرب للنهاية بفكر في جزئية، لا ده احنا ممكن كده نخش في مشكلة. نخش في مشكلة ايه؟ المشكلة ان احنا هنبدأ نخسر بعض النقط، وهنبدأ ندي كمان المنافس فرصة على المستوى المعنوي ان يزيد، واحنا كمان عندنا مشكلة نفسية بعد مباراة الزمالك. لكن كان عندي جزء كبير جدا برضو مصدق قوي البلاس 90، مصدق قوي ان احنا لا ان شاء الله باذن الله على الاقل يعني هنجيب جون قبل يعني قبل الماتش ما يخلص، قبل الماتش ما يخلص. لكن خلينا اقول ان المباراه كانت مهمه جدا. عايز احيي كل لاعبي النادي الاهلي، وخاصه محمد الشناوي عمل مباراه ولا اروع. وخلينا كمان نتكلم علشان الناس برضو تفهم ان احنا يعني زي ما طلعت بعد مباراة القمة وقلنا يا جماعة لازم يكون لما يكون في خسارة لازم تبقى بهدوء نتقبل الخسارة، كمان النهاردة بقول لكم احنا كسبنا لكن بهدوء، احنا لسه في بداية المشوار الاستحواذ على بطولة الدوري بالراحة. احنا ما عملناش ماتش كبير قوي، لا احنا عملنا عودة للمباراة يمكن في وقت متأخر قوي. لعبنا بعشر لعيبة، وبعد ما لعبنا بعشر لعيبة بدأ فعلا احس ان هو ده النادي الاهلي وهي دي روح الفانيلا الحمراء بعد ما كنا لعبنا بعشرة. فعايز اقول مبروك، مباراه مهمه جدا بتقربنا جدا جدا من حسم بطوله الدوري، وكمان على المستوى المعنوي يعني صح. مباراه هو في اعتقادي انها ان شاء الله باذن الله انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي. هو فوز معنوي اكتر يعني منه ما فوز، يعني هو الحقيقه احنا كنا محتاجين ده زي ما انت قلت. وفعلا امبارح يمكن الفريق استعاد روح الفانيلا الحمراء، نجومنا لعبوا لاخر دقيقه زي ما كابتن هاني قال، وقدروا فعلا ان هم يحققوا فوز مهم جدا يا جماعه، فوز اسكت الكثير. ده حقيقي، لانه في ناس كتيره جدا كانت منتظره على الاقل امبارح انه الفريق يقع علشان مسلسل الهدم يتواصل. فالحمد لله الفريق حقق الفوز ده. شفنا امبارح الشناوي سوبرمان، دي حقيقه فعلا. مروان محسن شكرا، رد على المشككين امبارح وربنا كرمه بهدف رائع، علشان يمكن هو لاعب كلنا لازم نقف معاه لحد ما يرجع ويكون أحسن مهاجم في مصر، لأن مروان فعلا من اللعيبة المميزة جدا. ومش بقول كده لأنه أحرز الهدف امبارح، لا، إحنا هنا في البيت الكبير يا جماعة لازم نكون أكثر الداعمين له، ومش بس له، لكل فرقتنا وكل لعيبتنا لازم نساند، بالذات في هذا التوقيت الحرج كإعلام وكجمهور يعني دي روح الفانيلا الحمراء كابتن. ده طبعا احنا متعودين على كده، لكن برضو خلينا نتكلم ان مروان يعني كان بيمر، طبعا كلنا عارفين كان بيمر بازمه نفسيه كبيره جدا. لكن زي ما انا قلت يمكن قبلها بيومين انا كان ليا تليفون مع مروان واتكلمت معاه، وقال لي بالظبط نفس الكلام اللي قاله بعد المباراه، وده شيء يحسب لمروان. حتى رد فعل بعد المباراه انا بحترمه جدا جدا، وخلي بالكوا في ناس كتير جدا يعني حتى من المنافسين احترمت مروان جدا بعد اللقاء اللي بعد المباراه، واتكلم بكل ادب وبكل احترام، لان كان ممكن جدا اي رد فعل طبيعي ممكن للعيب تاني يطلع ويتكلم الناس كانت بتهاجمني وانا هوت وانا موجود يعني الحاجات اللي ممكن نشوفها في لعيبه الكوره. لكن مروان على زي ما انتم شفتوا كده بعد المباراه بيتكلم بهدوء جدا، دي طبيعه مروان، وده اللي قاله لي ان هو ممكن يكون بيزعل شويه من بعض الانتقادات اللي خارج الاطار، لكن في نفس الوقت مركز جدا مع فرقه النادي الاهلي، وده اللي قاله امبارح، ومركز جدا على بطوله الدوري وبطوله افريقيا. فعايز اقول لي كمان مروان هو
خلينا نقول اسكت ناس، لكن كمان في دور كبير كمان لازم مروان، يعني دي اعتقد البدايه. ايوه ودايما بنقول ان البدايه بتبقى مهمه جدا، لكن استمرار ان شاء الله ارتفاع مستوى مروان، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه باحراز بالذات بعد احراز الهدف ده اهداف كتيره. ده هياكد يعني هياكد ان فعلا مروان لعيب كويس، ومر زي اي لعيب في الدنيا مر بازمه ما بيحرز اهداف، لكن هو على المستوى الشخصي يعني محترم جدا، وعلى المستوى وشفنا امبارح جون صعب في وقت صعب جدا، فده كمان دليل ان مروان ان شاء الله جاي قادر جاي وجاي صح ان شاء الله صحيح. باذن الله. كمان كابتن هاني يمكن جمهور الاهلي عليه دور كبير الفتره اللي جايه، زي ما قلنا عندنا مباريات في الدوري صعبه، وعندنا يعني بعد اقل من شهر ولا حاجه يمكن شهر مواجهه مهمه جدا في دوري الابطال، فلازم جدا يعني فتره التركيز دي تزيد شويه، ولازم طبعا جمهور الاهلي يدعم اللعيبه، لان ده المعروف عنهم انه هم معودين على الفوز زي ما احنا قلنا. لا طبعا معودين، وكمان الجماهير خلينا نتكلم بكل امانه، في جزء كبير جدا جدا من جماهير النادي الاهلي واعيه للكلام اللي اتقال يمكن خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، واعيه بالظبط ايه اللي كان بيدور حوالين النادي الاهلي. مكسب امبارح يمكن كمان اقنع الجماهير لا ان احنا فعلا بنقفل على نفسنا كويس قوي. وخلي بالك يا سام دايما يعني كنا ممكن نجيب جون في الشوط الاولاني والمباراه تخرج فنيا قليل، مش هتكون في الثقه ديت، مش هيكون في فرحه الجماهير دي، فربنا كمان كاتب ان لا المباراه التوقيت. تفضل معلقه للدقيقه 90 لان الفرحه بتبقى كبيره، ولان كمان الثقه بتكون اكبر انك بتتعادلوا في الدقيقه 90 دوت انت بتشتغل عليها. فعايز اقول لك ان جماهير النادي الاهلي فعلا يعني عندها ثقه في لعيبتها كويس قوي. جماهير النادي الاهلي داخل لحظه بالظبط، جماهير النادي الاهلي عارفه كمان ايه اللي ناقصنا. وخلينا برضو اتكلمت نقطه في المقدمه ان ساعه ما بنتغلب انا بحس ان الناس يعني بلغه الكوره كده بتموت الفرقه، فده مش مطلوب. وانا كمان بقول ساعه المكسب كمان مش عايزين نعلي قوي الريتم، ان احنا كسبنا مباراه مهمه جدا لكن كان في اخطاء، الاداء في الشوط الاول ما كانش اداء مناسب. كل اللي مفرحنا ومفرحني انا ان بدات اللعيبه تحس بعد ما لعبوا 10 لاعبين لا ده احنا رجعوا اكنهم بيلعبوا 14. أيوة صح. فالمطلوب من اللعيبه انك لازم تبدا كده، يعني النادي الاهلي كان دايما متعود بدايته مع بدايه المباراه بيبدا زي ما بدا وبعد ما لعب 10. فان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف الروح ديت من اول دقيقه باذن الله، وتعالى تاني وتاني. احنا مش ما وقفناش، احنا فعلا قفلنا باب هنفكر في اللي بعديه لانه اللي بعديه اصعب. فنهارده يمكن الاهلي بيتفوق، يا جمهور النادي الاهلي العظيم النهارده ناديكم بيتفوق على كل انديه العالم في العشرين سنه اللي عدوا، بما فيهم البايرن ميونخ بطل دوري بطل اوروبا. ده الخبر اللي هنبدا بيه النهارده. النهارده بنؤكد على عظمه النادي الاهلي، مش كلامنا ولا حاجه، مش بنؤكد، مش محتاجين ان احنا نؤكد حتى على مكانتنا الكبيره جدا في عالم كره القدم. النهارده ده بيتاكد يا جماعه من خلال المواقع الرياضيه المهمه جدا في العالم، وبيأكد كمان انه الاهلي رقم واحد دايما، وده بشهاده العالم مش كلامنا احنا. النهارده الاهلي بشهاده اكبر المواقع المتخصصه في احصائيات كره القدم في العالم، وهو ترانسفير ماركت، بيتصدر انديه العالم الاكثر تتويجا بالبطولات في القرن الواحد وعشرين. الموقع ده قال ايه؟ قال نصا انه الاهلي خد في القرن الجديد 41 بطولة وتفوق على كل أندية العالم وعلى بطل أوروبا بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 40 بطولة، وتساوى فريق لينكلين ريد إمز من جبل طارق مع البايرن في عدد من البطولات أيضا. جه في المركز الثالث برشلونة، في برشلونة في المركز الرابع برصيد 34 بطولة، الخامس بورتو البرتغالي ب 33 بطولة، والسادس شختار الأوكراني 33 بطولة، والسابع سلتك الاسكتلندي برضو 33 بطولة. أما في المركز الثامن دينامو زغرب الكرواتي أيضا 33 بطولة، والتاسع شريف تراسبول ب 33 بطولة أيضا. في المركز العاشر أوكلاند سيتي نيوزيلندي ب 33 بطولة. أما ريال مدريد بطل أوروبا التاريخي فجي في المركز ال 11 وليه 30 بطولة فقط من بداية القرن الجاري القرن 21. يعني خبر يسعدنا مهم. طبعا مهم. خبر يسعدنا كلنا، وكمان
خلينا نقول بقى النادي الاهلي مش بطل يعني نادي القرن او الافريقي، لا ده نادي القرن العالمي، يعني على مستوى العالم النادي الاهلي هو اكثر حصدا للبطولات خلال القرن اللي فات، ده شيء يسعدنا جدا. والنادي طبعا يعني ده كمان سمعه للكره المصريه يا جماعه، يعني خلينا نتكلم بكل امانه، بنتكلم في قناه النادي الاهلي، كلنا انتماء للنادي الاهلي، لكن نبص من منظور مختلف شويه، ان كمان كل من ينتمي الى كره القدم المصريه ده خبر يسعد الناس كلها، ان فريق مصري، ودايما بحط ما بين قوسين كده لان ده بيتكتب بره في الصحف العالميه، ما بيقولوش النادي الاهلي بس، ده بيقولوا النادي الاهلي ما بين قوسين المصري، فده مهم كمان ان احنا نعرف، دي سمعه طيبه جدا جدا لبلدنا، اكيد كلنا فخورين بيها، وبالاخص طبعا جماهير النادي الاهلي بكل تاريخه وعراقته، اسم كبير جدا وبطولات ما بتتنسيش، وبيأكد كمان الرقم ده بيأكد ان الاهلي رقم واحد ودايما هو البطل ودايما بيجري ورا البطولات ودايما هو عاشق البطولات، رغم الانتقادات الكتيره ورغم الهجوم اللي ممكن البعض بيحاول يعطل المسيره ديت بشكل او باخر، لكن تاني بأكد ان النادي الاهلي مش هيتعطل بإذن الله. النادي الأهلي باصص قدامه، ما بيبصش وراه ولا بيبص جنبه، كل يعني كل الحاجات الصغيرة اللي بتحصل، لا النادي الأهلي أكبر من كده بكتير، وده عادتنا، وده إن شاء الله اللي النادي الأهلي من مباراة امبارح أكد عليه، بنقفل على بعض، ويمكن أنا قلت الكلام ده يمكن أول امبارح حسام، إن دايما بيكون الرد في الملعب، دايما الرد في الملعب، ربنا كرمنا امبارح وكان الرد رد كبير جدا على المستوى المعنوي زي ما اتكلمتي، وكمان على المستوى ان احنا بنقرب كتير جدا جدا من حسم بطوله الدوري. وعلى فكره الموسم خلص في اوروبا، يعني كلنا عارفين ان الموسم خلص في اوروبا، وكمان البايرن فاز السنه دي بثلاث بطولات، الدوري والكاس ودوري الابطال، في مصر لسه الموسم شغال، معنى كده ان كمان النادي الاهلي ان شاء الله لو حصل على بطوله الدوري وكمان لو حصل على البطوله الافريقيه بيزيد. يعني بتزيد الرقم وبيبعد عن اقرب منافسيه، زي ما الاهلي معودنا في الدوري كده، ان شاء الله نشوف كمان الاهلي بيبعد بخطوات كتيره جدا على المستوى الاعلامي من اقرب منافسيه. ونتمنى طبعا ان شاء الله زي ما قلت لكم، مش ده مش سمعه او خبر حلو لجماهير النادي الاهلي بس، لكن على مستوى مصر اعتقد ده خبر يسعد كل المصريين طبعا. وهنا برضو يمكن احنا هنا في البرنامج اتكلمنا يمكن من شهر، احنا بقى لنا شهر تقريبا، الصحف البريطانيه وصحيفه ديلي ستار البريطانيه تحديدا العالميه قالت انه الاهلي بشكل عام ثالث أكبر أو أكثر أندية العالم كله حصدا للبطولات، ده على مر التاريخ بعد طبعا اسكتلندا سيلتك الاسكتلندي طبعا وغلاسكو طبعا رينجرز، فطبعا دي يعني كلها أخبار مش طالعة من مش طالعة من نادي الأهلي، ولا طالعة من موقع مثلا فئوي، ولا طالعة من قناة نادي، لا ده بشهادة العالم كله يا كابتن هاني. ده حقيقي ده حقيقي. بس خلينا نروح بقى ونشوف أهم أخبار النادي الأهلي. أكيد إن شاء الله، دايما متعودين حضراتكم يعني إن احنا دايما بنبدأ أخبارنا في البيت الكبير بالأهلي وبالاستعدادات، إن شاء الله عنده مواجهة المصري يوم السبت اللي جاي، خلاص الفريق أغلق ملف مباراة الجونة زي ما قلنا، بدأ يركز في المواجهة الصعبة اللي جاية، فايلر المدير الفني عقد محاضرة مع اللعيبة قبل انطلاق المران الجماعي اللي كان النهاردة الصبح، فايلر اتكلم مع اللعيبة خلال المحاضرة في الجوانب الفنية كلها قبل مواجهة المصري علشان يصححوا أي أخطاء حدثت في مواجهة امبارح أمام الجونة في الدوري واللي فاز فيها طبعا الأهلي بهدف نظيف. طبعا أكيد كلنا عارفين، يمكن وعلى الجانب الخططي طبعا الجهاز الفني بيركز على نقاط يمكن القوة اللي ظهرت في أنا أقول آخر تلت ساعة من المباراة، وخلينا نتكلم عامة، بيبقى المران اللي بعد المباراة بيبقى طبيعي، مران بيبقى ريكفري او استشفاء للاعبين اللي لعبوا جزء كبير من المباراه، وبيكون في جزء خططي على المستوى الفيديو او على المستوى المحاضره، بيبقى في محاضره نظريه بيبقى موجود فيها كل اللقطات بالنسبه للمباراه، اللي اتعمل صح اللي اتعمل غلط. طبعا ريني فايلر يعني بيحرص دايما ان هو بيقعد مع اللعيبه جلسات مطوله على الجانب النفسي وعلى الجانب الخططي، طبعا بيشرح وجهه نظره كمان في المباراه اللي جايه بشكل عملي، وبيخصص طبعا فقرات للتصويب على المرمى بالنسبه ده زي ما اتكلمنا على
ده في نهايه التمرين كان في تصويب على المرمى بالنسبه للعيبه اللي ما اشتركتش في المباراه امبارح، ودايما بيكون عامل اللياقه البدنيه وعامل اللياقه الفنيه بالنسبه التوازن اللي بيحصل ما بين المجموعه اللي بتلعب والمجموعه اللي ما بتشاركش. دايما اليوم اللي قبليه سهام بيكون المجموعه اللي ما لعبتش الماتش بيبقى عندها تدريب بدني اكبر شويه عشان يعوض، يبقى لو احتاج اي حد من على الدكه بيبقى المستوى البدني قريب جدا. وبالتالي زي ما انت عارفه كمان المباراه يوم السبت يعني بعد بكره، فالفارق الزمني الفارق الزمني بيبقى قليل قوي. فطبعا النهارده المجموعه اللي مشتركش ما لعبتش ماتش امبارح كان تمرين قوي جدا وكان في تصويب على المرمى والمجموعه الثانيه كان في ريكفري واستشفاء طبعا لاستعاده اللياقه البدنيه، وده حريص طبعا الجهاز الفني على انه بيشتغلوا بشكل علمي جدا يعني. صحيح. كمان يا كابتن هاني الحقيقه يانكم ميشيل مدرب حراس مرمى الاهلي النهارده كان بيقوم بتدريبات منفردة لثلاثي حراس مرمى الفريق شناوي علي لطفي مصطفى شوبير عشان يجهزهم لمباراة المصري البورسعيدي. بصراحة برضو زي ما بنشيد بالشناوي السوبرمان لازم نشيد بيانكون، يانكون ميشيل مدرب حراس الأهلي الحقيقة كان ليه دور كبير برضو كابتن هاني في تألق الشناوي في الفترة الأخيرة طبعاً. والحقيقة كان شناوي بقولك امبارح كان راجل لا متألق كمان يعني. وبيزيد كمان خلينا نتكلم والناس تعرف انه بيزيد دلوقتي حارس المرمى بيشتغل برجليه اكتر ما بيشتغل بايديه. ده يمكن على ايامنا احنا ما كانش موجود يعني، احنا على ايامنا كنا بنرجع الكوره والجون يمسكها وبعدين يمشي وبعدين يمسك الكوره ويشوطها. لا دلوقتي حارس المرمى وشفنا الكلام ده صانع العاب وكمان نوير طبعا هو يمكن المدرسه الالمانيه بدات الحته دي شويه البيلدينج اب من تحت وبرشلونه كده، فجزء مهم جدا جدا لحارس المرمى ان هو يبدا يشتغل برجليه، جزء مهم جدا. والكلام ده شفناه امبارح كتير جدا مع الشناوي، عمل اكتر من كوره، حتى عمل كوره مسك الكوره ولعب كوره طويله عمل بيها كاونتر اتاك. والجزء بقى الجميل كمان ان هو طلع لغايه نص الملعب عنده مساحه اشتغل كده اكنه لعيب فيلد بلاير يعني لعيب في الملعب، ومشي لغايه تقريبا قبل نص الملعب وعمل كوره اعتقد بالمقاس كمان لمروان احرز بيها هدف الفوز. فعايز اقول للشناوي يعني كل يوم بتثبت ان انت حارس مرمى مصر الاول، ان شاء الله تبقى دايما موفق ويعني ويكون دايما على مستوى اللي احنا شايفينه على مستوى النادي الاهلي وكمان المنتخب. هو أدى. ايمن اشرف عارفين ان هو اصيب امبارح طبعا في مباراه الجونه وعمل جلسه النهارده على جاي على هامش التدريب الجماعي. اشتكى طبعا ايمن اشرف من اصابه في عظمه الحوض خلال كره مشتركه في مباراه الجونه. ايمن عرفنا انه خرج من المباراه بسبب هذه الكدنه، وشارك طبعا ياسر ابراهيم بدل منه، ويخضع طبعا ايمن اشرف لفحص طبي بكره ان شاء الله الاطمئنان عليه على حالته الصحيه ويشوفوا يحسموا امر اذا كان يقدر يشترك في المباراه الرسميه بدايه من مباراه المصري او لا. سلامات كابتن اشرف طبعا، وان شاء الله ايمن ترجع لنا بالف سلامه يا رب. واهم حاجه طبعا يمكن صحته، ده اللي النادي الاهلي حريص عليه برضو كابتن هاني، يعني سلامه وصحه اللعيبه اكيد بتاتي في المقام الاول. اكيد اكيد طبعا. أكيد، أكيد. الحاوي وليد سليمان نجم الاهلي ومعشوق الجماهير النهارده خلاص جاهز علشان يخوض مباراه المصري بعد ما تعافى من الاصابه اللي تعرض لها مؤخرا. كان بيشتكي وليد من كدمه في الصدر زي ما حضراتكم عارفين خلال كوره مشتركه في مباراه الزمالك الاخيره في الدوري، وكان ده سبب يمكن غيابه عن مران الفريق لمده 48 ساعه، كمان غاب بسببها عن مباراه امبارح مع الجونه، لكن النهارده الحمد لله انتظم في المران بعد ما تماثل للشفاء بشكل كامل، والنهارده يمكن هيكون يعني خلاص هيكون موجود في مباراه يوم السبت ان شاء الله. وليد اضافه قويه جدا للفريق، وجوده برده بيمنح الاهلي افضليه وبيكون ورقه مهمه جدا لفايلر طبعا. وليد طبعا سليمان. وليد سليمان طبعا اضافه للنادي الاهلي، وخاصه لما كمان يبدا المباراه او بينزل اخر نص ساعه بيعمل الفارق وبينزل يحرز اهداف. ولسه طبعا مع وليد رغم غيابه عن مباراه امبارح طبعا، لكن كان اكيد يعني بيتابع المباراه بقلبه وبعقله. وطبعا قال طبعا في تويتر او نزل على صفحته ان احنا كلنا على قلب رجل واحد، وان الفوز كان مهم جدا جدا جدا، وقال ان القادم افضل يعني على موقع انستجرام، قال ما بين قوسين كده هي دي رجالتنا، عاش يا رجال، القادم افضل باذن الله، ان شاء الله الاهلي يواصل انتصاراته ونحقق باذن الله لقب بطوله الدوري، وكمان نحقق بطوله افريقيا على المستوى الافريقي يا رب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب، احنا بندعي من دلوقتي.
شاء الله بإذن الله. لسه مع أخبار المارد الأحمر، خلاص زي ما قلنا يعني، خلاص قلنا من كام يوم إن اتحاد الكورة قرر إلغاء مسحات الكورونا وتم استبدالها بإجراء تحليل دم، وده طبعا بيكون أسهل من الكورونا التحليل ده، وكمان النتيجة بتطلع في وقت قليل مش قبلها ب 48 ساعة زي تحليل الكورونا. النهاردة الجهاز الفني للأهلي واللعيبة كانوا بيجروا تحليل الدم ده كإجراء بديل للمسحة قبل انطلاق المران الجماعي. أجاي طبعا النهاردة هيكون فرحان جدا لأنه أخيرا خلاص يعني تخلص من معاناة المسحة اللي كنا بصراحة بنحس له أنا كنت بحس له بالمعاناة دي والله العظيم سلف يعني. لا صحيح، وكان الشناوي هنا بيقول مبروك يا أجاي. يعني طبعا ده إجراء جديد بيعمله اللجنة الخماسية لسرعة اكتشاف يمكن الحالات الإيجابية، لكن إن شاء الله دايما بنتمنى السلامة للاعبتنا ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع. نروح من أخبار النادي الأهلي نروح للإسماعيلي اللي كان طبعا بيلعب النهاردة مع طنطا في بطولة الدوري الممتاز. كان المباراة بيقودها طبعا أدهم السلحدار، ده المدرب العام اللي طبعا تولى تدريب او تدريب النادي الاسماعيلي بشكل مؤقت بعد طبعا رحيل الفرنسي ديدي جوميز بسبب طبعا سوء النتائج في الفتره اللي فاتت. الاسماعيلي بيحاول طبعا يتفق مع باهر محمدي، باهر محمدي نجم الفريق والمنتخب الوطني، بيحاولوا يجددوا عقده، وان قلعه الدراويش بتسمح ليه بخوض تجربه احترافيه زي ما اللاعب عايز. لكن طبعا باهر محمدي واحد اكيد عارفين واحد من اللعيبه المميزه جدا جدا، وكان موجود حتى كان نعتمد عليه بشكل كبير في المنتخب في البطولة الأفريقية، لاعب تكتيكي على مستوى عالي جدا قوي، بيلعب في أكتر من مركز. يعني باهر محمدي بدأ باك يمين وبعدين بيلعب سيرد باك، فعنده مرونة تكتيكية كويسة جدا ومن المواهب الموجودة في مصر. يعني وده يعني انتقال باهر المحمدي للاحتراف الخارجي، ده هو طلبه كده والنادي الاسماعيلي قال له احنا ممكن نجدد معاك العقد، ولو جالك شيء مميز يليق باسم النادي الاسماعيلي ويليق بيك على المستوى الاحترافي ممكن تطلع بره. ده الوعد اللي توعده باهر المحمدي من اداره النادي الاسماعيلي. وزي ما بقول احنا دايما بنشجع الموهبه ودايما بنشجع ولادنا اللي احنا شايفين فيهم موهبه كبيره، وكمان على المستوى لو احترف بره ده اضافه اولا للاعب نفسه، اضافه ماديه اكيد لنادي الاسماعيلي، والجزء الاهم هو اضافه لمنتخب مصر. كل ما يكون عدد لاعبتنا المحترفين بره بيزيد وبيفيد منتخبه الوطني اكيد على مستوى الخبرات أكيد. بيزيد وده بيرجع على منتخبنا القومي بشكل ايجابي اكيد. دلوقتي مباراه الاسماعيلي اصلا وطنطا شغالين، بس مش عارفه النتيجه كام يا جماعه، النتيجه كام الاسماعيلي وطنطا؟ مباراتهم دلوقتي شغال هي النتيجه لسه ما عرفناش، لكن المهم جدا ان النادي الاسماعيلي كمان جماهيره بتحب النادي الاسماعيلي دايما يكون في المقدمه. ادهم السلحدار مدرب عام، وعلى فكره ادهم اشتغل المنصب ده قبل كده مكان جوميز، اشتغل المكان ده قبل كده يعني. الاسماعيلي متقدم 2-0 دلوقتي على طنطا، ده شيء جيد على المستوى المعنوي. طبعا طنطا بيعاني كتير جدا في الفتره اللي فاتت، يمكن دلوقتي متزايل جدول الدوري، لكن خلينا نقول النادي الاسماعيلي ان شاء الله ممكن يعني محتاج شغل شويه، محتاج بعض الصفقات الكبيره، وباهر المحمدي ممكن يحل الازمه ديت لو جاله عقد كويس بمبلغ كويس. المبلغ اللي يتاخد من الترانسفير بتاع باهر محمدي يبدا نادي الاسماعيلي يشتغل بيه ويجيب لعيبه مميزه ان شاء الله. نروح لاسوان، والحقيقه لاعيبه فريق اسوان يا جماعه بصراحه بيقدموا مستويات مميزه جدا تحت قياده كابتن احمد كشري. احمد كشري طبعا بيتولى المهمه الفنيه خلفا للكابتن مجدي عبد العاطي، عنده ماتش مهم جدا بكره وصعب مع بيراميدز ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. اسوان ظهر بشكل مشرف قدام الاهلي وهزم صحيح بثلاثيه نظيفه، لكن كان ند قوي في المباراه دي، وبعد ما الاهلي يمكن حقق فوز غالي على او في مباراه امامه مع المقاولين العرب بهدف نظيف. الفوز ده بالتأكيد هيفرق في مشوار الفريق في صراعه على البقاء ببطولة الدوري الممتاز. بعد كده اتعادل مع إنبي خارج أرضه بهدف لكل فريق، وكان هو الفريق اللي بادر بالتسجيل على إنبي. الجهاز الفني بقى ومجلس إدارة نادي أسوان وعدوا اللعيبة أنهم يصرفوا لهم مكافأة
مكافآت استثنائية هتكون في حال فازوا على بيراميدز أو حتى حققوا نتيجة إيجابية. طبعا ده محاولة لتحفيز اللاعبين، محاولة للتغلب على الفوارق الفنية الكبيرة ما بينه وما بين بيراميدز. طبعا زي ما احنا عارفين انه أسوان النهاردة بيحتل المركز ال 12 برصيد 23 نقطة، ولو نجح انه يحقق نتائج إيجابية الفترة اللي جاية هيكون طبعا في موجود يمكن في يعني في المنطقة الآمنة في جدول الترتيب زي ما دايما بنقول. دايما يعني بنقول خاصة الأندية الجماهيرية، أسوان في مدينة جميلة جدا كان بيمر بأزمة كبيرة وما زال عنده مشاكل مادية، لكن أنا شايف مع أحمد كشري شغال بشكل كويس قوي بيعمل نتائج إيجابية. وموضوع المكافآت طبعا بس الروح يعني المعنوية للفريق، عنده مباراة صعبة جدا مع بيراميدز لكن هو بيأدي بشكل كويس وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق، لأن أسوان احنا محتاجين يعني يكون عندنا فرقة في أسوان وفرقة في الأقصر، يعني محافظات مصر دايما بتكون عندها فرق على مستوى عالي، وطبعا أسوان بإذن الله نتمنى له التوفيق. طبعا بجانب أسوان كمان في بعض الأندية يعني عندها شبح الهبوط زي نادي مصر. نادي مصر طبعا بقيادة الكابتن خالد جلال هو ماشي بشكل كويس كمان جدا جدا مع الفريق، ونجح انه يحقق نتائج إيجابية بعد ما تولى القيادة الفنية خلفا طبعا للكابتن عبد الناصر محمد. عشان نفتكر كده بعض النتائج الفريق نجح فيها، انه تعادل طبعا مع نادي الزمالك، وبعده كسب الجونة في الجونة، وامبارح تعادل مع نادي المصري 0-0 في مباراة قوية. فعايز اقول ان كمان خالد جلال بدأ نتائج إيجابية، بدأ كبيره مع نادي مصر يعني في الفتره هو الاخيره. طبعا الموضوع مازال موضوع صعب بالنسبه له، مازال طبعا، لكن دايما بدايه المدرب لما بتكون بدايه ايجابيه اعتقد دي بتدي دافع للمدرب نفسه، بتدي دافع للمجلس الاداره، وبتدي دافع للاعبين ان هم يستمروا كده. لكن مازال الامر صعب، لكن برضه نتمنى التوفيق للكابتن خالد جلال واف سي مصر. وكابتن خالد جلال يمكن بعد ماتش امبارح كان عقد جلسه كده مع اللعيبه وهنهم على الاداء امام المصري، وطالبهم بانهم يستمروا في القتال على الفوز وان هم برضه يحققوا نتائج ايجابيه، كمان طالبهم بعدم الخساره في المباريات اللي جايه، لانه النقطه دي بتفرق في مشوار اي فريق. نادي مصر في وضع حرج لانه بيحتل المركز ال 17 برصيد 17 نقطه، وعنده مباراه قويه جدا امام وادي دجله يوم الاحد اللي جاي، فبنتمنى لنادي مصر كل التوفيق. نروح بقى للكابتن شوقي غريب طبعا المنتخب الاولمبي، يعني اللي فرحونا كلنا جدا جدا بالتتويج ببطوله امم افريقيا اللي كانت مقيمه هنا في مصر، طبعا بطوله امم افريقيا للشباب مش الكبار، واللي تاهلوا بيها لاولمبياد طوكيو. كابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني للمنتخب عنده حاله من القلق شويه، يعني طبعا بعد اصابه عمار حمدي لاعب النادي الاهلي طبعا المعار لصفوف طلائع الجيش، اتصاب طبعا امبارح في مباراه الجيش وسموحه اللي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. طبعا عمار حمدي التشخيص الطبي اثبت ان عنده كدمه في الشازيه، يعني الشازيه ديت اللي هو في انكل الرجل كده في مكان الشازيه ده، يحتاج لراحه سلبيه لمده يومين ويعود ليها تاني ان شاء الله للتدريبات الجماعيه مع فريقه. طبعا كابتن شوقي غريب قلق على عمار اكيد لما طبعا غادر الملعب، احنا كنا يعني سمعنا ما شفناش، انا ما شفتش المباراه لكن سمعت كان بيبكي، يعني عمار بيبكي من الاصابه اللي اتعرض ليها، ويمكن ناس طلعت على السوشيال ميديا قالوا احتمال يكون رباط صليبي، لكن الحمد لله الاصابه بسيطه، تم استبداله طبعا باحمد كابوريا. عمار طبعا من العناصر الواعده جدا واللي قدرت يعني تجذب انتباه الفنيين من اول لقطه مع فريق النصر في الدوري الممتاز، وبالتالي كان موجود كمان. وعمار كمان على مستوى الدولي كان كنا بنفكر فيه، يعني ايام البطوله الافريقيه كان التفكير فيه بشكل كويس جدا. عمار لعيب كويس، لعيب صغير في السن، ان شاء الله نتمنى له الشفاء. الحمد لله الاصابه بسيطه، يومين باذن الله ويرجع تاني للتدريبات ان شاء الله. ان شاء الله الف سلامه. من المنتخب الاولمبي لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره مسؤولينه قرروا يحولوا عدد من الشخصيات الرياضيه للجنه الانضباط بالجبلايه برئاسه سيد البنداري لاتخاذ القرار المناسب. بعض المسؤولين هجموا اتحاد الكوره في الفتره الاخيره، تحديدا فرج عامر رئيس نادي سموحه، سمير حلبيه رئيس نادي المصري، وخالد مهدي مدير الكره في الانتاج الحربي. طبعا ده كان في اطار فرض اجواء اكثر انضباطيه في المنظومه الكرويه. طبعا زي ما احنا عارفين انه عوده الدوري الممتاز اعادت يمكن معاها الاثاره والمتعه والاخبار، واي مسؤول في اي فرقه النهارده حريص جدا ان هو فريقه يستمر ويكون فريقه افضل
افضل فريق وان هو يخاف من الخساره، دي تخوفات مشروعه، وكل فريق ليه اهداف اكيد في الدوري. فاللي جاي يعني ان شاء الله يكون احسن، وكل فريق عايز يبقى في القمه، هدفه التواجد في المربع الذهبي. بس طبعا اللي يمكن الحماس او الاندفاع ممكن يخليك تغلط او توقع في الغلط. خليني اقول برضو وجهه نظر يا سام في الموضوع دوت. وجهه نظر في القصه ديت ان لازم من الاول مع بدايه الموسم لازم يكون في لائحه واضحه جدا جدا للخروج عن النص، ايا كان لعيب اداري رئيس نادي، لازم يكون في يا جماعه لازم يكون الكلام ده واضح، ولازم يكون في. انا عمري ما شفت وانا عايش في 15 سنه في اوروبا ان في مدير كوره، مع احترامي للجميع، مع احترامي لكل الاشخاص اللي تم ذكر اسمائهم، ان في مثلا اداري في البايرن او رئيس نادي بيطلع هاجم اي عضو من اتحاد الكوره ده، فده على طول، او حتى على مستوى التحكيم الكلام دوت غير مقبول وغير موجود خلاص في الكره العالميه. احنا دايما بنبص لقدام وعايزين نبقى زي الناس بره. فانا شايف ان يعني اللجنه الخماسيه بتاخد اول خطوات، لكن اتمنى ان يكون في لائحه واضحه الخروج عن النص، اذا كان اداري يا رئيس نادي لاعب حكم عامل اي حاجه، لازم يكون موجود لائحه، اللائحه دي تطبق على الجميع. وخلينا نتكلم، يا ريت الثقافه توصل لنا ان احنا كل الناس يبقى تتعامل بمنظور احترافي شويه، مفيش خروج عن النص، الكلام ده مش موجود بره، وان شاء الله احنا ما يكونش موجود في مصر. بقول كده سامع عشان نبدا بقى نحط رجلينا صح، يعني خلي بالك لما يكون رئيس نادي مع احترامي للجميع او مدير كوره بيطلع بيتكلم بشكل وحش على اعضاء اللجنه الخماسيه، الكلام ده حتى لو في اخطاء لكن ممنوع منعا باتا ان الكلام ده يطلع في الميديا، وممنوع ان هو اصلا يصرح يوصل بيه للصحافه الكلام ده. اتكلم طبعا القوانين بره، لكن احنا نفسنا نحط رجلينا على الطريق الصح. وعشان كده دايما بتكلم، ساعات الناس بتزعل مني لكن انا بقول كده لان انا حابب اشوف بلدي احسن بلد، حابب اشوف الدوري بتاعي احسن دوري، نفسي التجارب اللي انا عشتها خلال 15 سنه انقلها واقول للناس لا احنا لازم نشتغل بطريقه معينه. فيعني بس كل واحد كابتن زي ما احنا يمكن قلنا برضو من شويه بيبقى ليه اهداف. انت النهارده بتصارع على انك تستمر في القمه، في غيرك بيصارع حتى على الهبوط، في حد بيصارع على انه يكون في المنطقه الدافيه، فكل واحد عنده اهداف هي يمكن تكون اللي بتخليه. ما هو ده اللي بتكلم، ده الاحترافيه، انك ازاي يعني تكون مسؤول. هي روح الرياضيه، روح الرياضيه، روح المسؤوليه، هنفضل نقول كده للصبح. هي المسؤوليه. بس يعني اتمنى والله. وبمناسبه الكره العالميه للكره العالميه طبعا، اخبارنا العالميه زي ما احنا عارفين ان في ازمه كبيره جدا جدا في برشلونه، اتكلمنا عنها هنا في البيت الكبير وكل الناس بتتكلم عليها، وبعد طبعا النتائج السلبيه لبرشلونه مش عايزين نعيد الكلام تاني، لكن الفتره الاخيره كمان القنبله اللي انا مسميها القنبله اللي عملها ميسي واعلان رحيله عن الفريق، الازمه اللي اشتعلت طبعا في الساعات الاخيره، اشترط جوزيب ماريا ده رئيس نادي برشلونه اعلان ميسي استمراره في كاتالونيا مقابل انه يقدم استقالته. يعني هو الراجل قال ما اعرفش اذا كان المشكله معاه ولا لا، لكن قال لك انا مستعد اقدم استقالتي لكن ميسي يقعد. يعني كان جزء انا مش فاهمه قوي، هو المشكله مش فيه هو، لكن المشكله ان ميسي ممكن يكون عنده رؤيه، عايز يروح يعني يكتشف دوري اخر، ممكن يكون جدا ميسي خايف من المشروع اللي اتكلموا عليه ما يمشيش بالشكل المناسب، وبالتالي لا هو قال لك لو ميسي طلع وقال ان أنا السبب انا همشي دلوقتي. وخد بالك انه دوت موقف برضو مغاير لبارتيميو، لانه لما الناس غضبت من موقعة الثمانيه دي فقال لك انا مش ما يستحيل ان انا استقيل من النادي. ده فعلا فالنهارده التصريحات دي يمكن بتقول عشان ان موقفه مظاهرات كبيره جدا جدا، الدنيا مقلوبه هناك، الدنيا ادي الاخبار هي العالميه. فعايزين عايزين بس طب تعالوا نشوف تقرير نشوف التقرير دوت ونرجع نكمل كلام. بارتوميو وميسي، هل تنتهي الحرب باستقالة الرئيس؟ اشتعلت الأزمة في الساعات الأخيرة داخل نادي برشلونة بعدما أشاعت تقارير صحفية اشتراط جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إعلان ميسي استمراره في قلعة كبير كاتالونيا مقابل تقديم استقالته من رئاسة النادي. ميسي لم يعلن وجهته المقبلة حتى الآن رغم الشائعات المتناثرة حول قبوله لعرض من مانشستر سيتي الإنجليزي واحتمالية مزاملته لنيمار في نفس النادي، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه عمليا بسبب الأموال الطائلة
التي من المفترض أن تتكبدها خزينة النادي الإنجليزي لضم الثنائي الذي مثل برشلونة سابقا. فهل تحمل الساعات القليلة المقبلة نهاية المسلسل الغامض، أم يستقيل الرئيس بارتوميو ويستمر ميسي في كاتالونيا؟ احنا لسه مع اخبار برشلونه، نادي برشلونه الاسباني، بعد الاخبار الكتير بخصوص مستقبل ميسي. يمكن بدا يامن نفسه النهارده بالتفاوض مع ساديو ماني نجم ليفربول الانجليزي. في صحيفه اسبانيه هناك قالت ان كومن المدرب الجديد لبرشلونه درب ساديو ماني اصلا في ساوثهامبتون قبل كده، وشايف انه هيكون البديل المناسب لميسي. لحد دلوقتي احنا مش عارفين ميسي رايح فين يا جماعه، لكن الاكيد انه بلغ برشلونه بقراره بانه يعني هيمشي. اعتقد وجهه نظري هيبقى المان سيتي، ولغايه دلوقتي من خلال وسائل الاعلام، من خلال بعض التقارير الاجنبيه، بتقول ان الاقرب طبعا هو المان سيتي، هو القادر على التفاوض مع ميسي. وبعض التقرير قال انه ميسي اوريدي هناك في انجلترا للتفاوض. طبعا هو طبعا كلم يعني، فالموضوع الاقرب طبعا اكيد. لان زي ما احنا اتكلمنا الاقرب يمكن باريس سان جيرمان طبعا، علشان ميزانيه كبيره جدا، والمان سيتي هو الاقرب. لكن خلينا برضو نشوف الايام اللي جايه فين وميسي رايح. هو افتكر انه رايح فعلا المان سيتي، لانه هو كان في مكالمه حتى يمكن من قبل ما ندخل، بس من فتره طويله يمكن من كذا ساعه، انه كلم جوارديولا وقال له ها كلم منصور، طبعا شركه يعني طبعا دي مجموعه منصور الاستثماريه الاماراتيه الكبيره، قال له اكلمهم لك. فهو سكت وقال ان هو محبط من النتائج اللي بيحققها برشلونه في الفتره اللي فاتت. فخلاص يعني ممكن نقدر نقول انه نسبه 95% بشكل كبير ميسي في المان سيتي. طبعا في شركه كبيره من الشركات الراعيه لنادي ريال مدريد بتحاول دلوقتي كمان تقنع بيريز رئيس نادي الريال بانه يدخل ويقدم عرض لميسي. الشركه من وجهه نظرها ان وجود ميسي في ريال مدريد ممكن جدا جدا يعوض الخسائر الكبيرة اللي خسرتها في فترة كورونا. طبعا ما حدش عارف هيحصل ايه، لكن انا في اعتقادي الشخصي صعب جدا، وده من منظور الفني هيبقى صعب جدا، لان زي ما احنا قلنا المان سيتي هو الاقرب ليه. وكمان فكرة ان الشركة الراعية هي اللي ممكن تكلم رئيس النادي عشان تجيب لعيب، دي برضو فكرة يمكن الناس مش متفاهمينها هنا في مصر. فبرضو من خلال حواري مع الضيف هنتكلم فيها، لانها برضو حاجة مهمة جدا جدا من ضمن التسويق، من ضمن كمان الصفقات الاندية بتعملها بانهي شكل بانهي منظور. فان شاء الله نتكلم فيها، هنشوف الحكاية دي ايه معاك ان شاء الله مع استاذ جمال زهير ان شاء الله. خلاص انتهت حكاية اسطورة البريمير ليج جاريث باري لاعب مانشستر سيتي السابق، أعلن النهاردة اعتزاله. باري صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في تاريخ البريمير ليج، 653 مباراة لعبها، 53 هدف سجله مع الأندية اللي لعب فيها. حتى باري لعب في أندية أستون فيلا، مانشستر سيتي، إيفرتون. السنة اللي فاتت كان زميل أحمد حجازي في ويست بروميتش في دوري الدرجة الأولى. النهاردة بيعلن اعتزاله وعمره 39 سنة بعد مسيرة حافلة. يمكن في أندية وجهت له يعني كتبت له رسائل، مش بس وجهت له الشكر. طبيعي، يعني طبيعي. طبيعي نروح بقى من إنجلترا، نروح للسيريا آ والإيطاليا، ويعني النجم الكبير إبراهيموفيتش، نجم طبعا مثير للجدل، النهاردة وجه رسالة غامضة جدا عن مستقبله عن طريق نشر فيديو لي أثناء تواجد في غرفة مضاءة باللون الأحمر، وكتب عليها الهدوء الذي يسبق العاصفة. إبراهيموفيتش طبعا مع عقد جلسة مع نادي ميلان الإيطالي، هو طبعا بيلعب في ميلان، ولحد دلوقتي ما حدش عارف إذا كان هيجدد لا، هو طبعا عقده خلص وما حدش عارف إذا كان هيجدد ولا لا، ولو مش هيجدد هيروح فين. طبعا إبراهيموفيتش مثير للجدل لغاية دلوقتي، فلسه عنده مشكلة، هيجدد مع الميلان، هيقعد ولا هيروح فين، لا لسه ده هنعرفه يعني ان شاء الله. الاتحاد الالماني لكره القدم النهارده بيعلن تغيير ميعاد الماتش الاول لبايرن ميونخ بطل الثلاثيه كاس المانيا، واللي كان المفروض يبقى يوم 11 سبتمبر اللي جاي ضد فريق دورين. التاجيل ده كان بناء على طلب من نادي بايرن ميونخ نفسه، اللي طلب فرصه للراحه بعد الموسم الشاق،
واتحاد الكرة الألماني هناك قال أنه البيان الرسمي بتاعه أنه يجب تخفيف الضغوط على البايرن اللي النهاردة بيستعد لمباراة كأس السوبر الأوروبي قصاد إشبيلية الإسباني، ده كمان هيكون في شهر سبتمبر اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله. من أخبارنا بقى المحلية نروح، ومتعودين طبعا في البيت الكبير أن يكون معانا أسطورة من أساطير النادي الأهلي، الرموز الرائعة اللي حققت إنجازات كبيرة جدا جدا مع النادي الأهلي. النهاردة هنتكلم عن نجم صاحب أهداف صاروخية، واحد من النجوم اللي تألقت في مركز الجناح اليمين. طبعا اكتشفوا الرائع عبد البقال، وشارك مع جيل عظيم بقيادة طبعا مايسترو صالح سليم، نجمنا النهاردة هو الرائع رفعت الفناجيل. طيب من عشاق الأهلي ومنتخب مصر لا يعرف اسمه ولم يستمتع بأهدافه الصاروخية التي لا يمكن أن تسقط من الذاكرة مهما مرت السنون؟ إنه نجم النادي الأهلي ومدفعج الكرة المصرية الراحل رفعت الفناجيلي. ولد محمد رفعت محمود مصطفى الفناجيلي في الأول من مايو عام 1936 في محافظة دمياط، لكن بدايته مع الساحرة المستديرة بدأت من السويس قبل أن ينتقل للأهلي في موسم 1953-1954 على يد الكشاف الأسطوري عبد البقال. وتميز الفناجيلي باللعب في مركز الجناح المهاجم الأيمن الذي بزغ فيه في صفوف المارد الأحمر ومنتخب الفراعنة، وسجل الكثير من الأهداف التي لا تنسى. لعب رفعت الفناجيلي ضمن جيل من العظماء في تاريخ الأهلي على رأسهم الأسطورة والمايسترو صالح سليم، وحصد خلال مسيرته بالقميص الأحمر 7 ألقاب للدوري الممتاز و6 ألقاب لكأس مصر. اشتهر بلقب المدفعجي، حيث كان يتميز دوما بتسديداته القوية والشديدة الدقة في نفس الوقت، كما كان صانع ألعاب بارع لا يشق له غبار. وكثيرا ما سجل وصنع أهدافا حاسمة لزملائه في الأهلي خلال الأوقات القاتلة من المباريات، ولذا منحته الجماهير لقبا آخر وهو المهندس، نظرا لتمريراته الهندسية البارعة التي تميزت بالحرفية والذكاء. أما على صعيد منتخب مصر فقد لعب الفناجيلي لأكثر من 15 سنة، شارك خلالها في 3 دورات أولمبية، وحصد المنتخب على يديه المركز الرابع في دورة طوكيو عام 1964، وكان سببا مباشرا في تتويج مصطفى رياض بلقب هداف الدورة بعد التمريرات الرائعة التي أهداها له. وبعيدا عن كل ذلك، يحتفظ رفعت الفناجيلي بميزة كبيرة، حيث تخصص في التسجيل في مرمى الغريم التقليدي الزمالك خلال مباريات القمة، وسجل في شباكه 7 أهداف منها هدف لا ينسى في مرمى الحارس الإيطالي السابق لأبناء ميت عقبة ألدو. وفي يونيو عام 2004 رحل رفعت الفناجيلي عن دنيانا بعد صراع مع المرض، لكنه رحل بجسده فقط، وبقي اسمه كأحد أفضل لاعبي الأهلي على مر التاريخ.